شعارات الحملات الانتخابية، جدل الإنجازات وسخاء الوعود. الشعارات في الحملات الانتخابية عبارات قصيرة يفترض أنها تلخص الإنجاز وتفتح الباب أمام الوعود ليدخل الداعمون القدامى والجدد بما يحقق فوز الحملة والمرشح. في الولايات المتحدة وفي ظل الحالة السياسية العامة المتوترة منذ انتخابات 2020، لم تعد الشعارات الانتخابية وسيلة لتحفيز الناخبين على التصويت فحسب، بل تحولت في بعض الأحيان إلى حركات وتيارات سياسية. من أتلانتا في جورجيا ينضم إلينا المستشار في السياسات والسياسات الداخلية وملفات الانتخابات الأمريكية روبرت كهالي، أهلا بك معنا. بداية، هل تعتقد بأن الشعار في بعض الأحيان يصبح بذات القدر من حيث الأهمية في ما يتعلق بالانتخابات، بذات الأهمية التي عادة ما يتم التعاطي معها في الخطابات السياسية، في الحملات الإعلامية وكذلك في الحملات الانتخابية الدعائية؟ باعتقادك كم هو مهم الشعار لأي حملة انتخابية، خاصة عندما يتعلق بالرئاسة والوصول إلى البيت الأبيض؟ مهمة الشعارات تعتمد حقا على إذا كانت جاذبة، فبعض الشعارات يبدو بأنها تبقى عالقة في أذهان الناس، وطبعا يستعملها الناس كثيرا وتؤثر. نعم، مثلا دونالد ريغان كان شعاره قد بقي في عالقة، وبيل كلينتون أيضا مثلا بشأن بناء الجسور إلى المستقبل، وهذا أيضا عالق في الأذهان. وأمور أخرى مثل جورج بوش التي استعملها جورج بوش فإنها لم تبقى كثيرا، وباراك أوباما أيضا الأمل للتغيير كان أيضا فعالا جدا، وأيضا مثلا ماغا بالنسبة لترامب كان فعالا جدا وأصبح شعارا وأصبح ثقافة، وحتى كانت هناك ناس كثر مثلا يرتدون قبعات عليها شعار ماغا. الشعارات نعم مهمة جدا، ولكن في 2020 ربما لم يكن الأمر فعالا بالنسبة لترامب. الأمر يعتمد إذا كان الشعار قصيرا والأمر يتعلق فقط بتكريرها والناس عليهم أن يروها في كل مكان. نعم، لكن ما هي الوظيفة التي تناط بها الشعار؟ لماذا تستخدم الحملات الانتخابية هذه الشعارات؟ هل الهدف منها فقط هو الإعلان عن اسم الرئيس، الإعلان عن أجندته، أم جلب مزيد من الناخبين لهذا المرشح؟ الأمر يعتمد على ما هو الشعار. مثلا بايدن يتحدث عن إنهاء المهمة، فهذا يضع للناس أو يجعل الناس يفكرون بأنه لم ينهي مهمته وبأن أمامه عملا يتمه، والناس يفكرون حسناً
هو مهتم بإنهاء ما بدأه، لذلك ربما علينا أن ننتخبه، وهذا نعم منطقي. أما بالنسبة لترامب فجعل مثلا أمريكا عظيمة مرة أخرى، فمثلا إذا نظرنا إلى الماضي والناس الذين لديهم الحنين، فبعضهم يريدون ذلك، يريدون العودة إلى تلك العظمة، يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى العظمة مرة أخرى. طبعا هذا ربما سيبقى في أذهانهم. وأيضا أوباما مثلا تحدث عن الأمل والتغيير وأن أمورا ينبغي أن تتغير، وطبعا كما قلت ذلك بقي في الأذهان. ولذلك أعتقد بأن الآن، فبما أن أوباما وكلينتون طبعا الآن يعملان مع طبعا مع بايدن، ولكن ترامب أعتقد بأنه بقي في شعار 2016 وسيبقى دائما عالقا فيه. بالفعل، وهو الذي جعل من هذا الشعار حالة. يقول أنصار دونالد ترامب وهو في كثير من الأحيان بأن هذا الشعار وهذه الحملة تحولت إلى حركة. هل تعتقد بأن هذا صحيح؟ نتابع هناك أعضاء في مجلس النواب على سبيل المثال أصبحوا يسمون أنفسهم بأنهم من حركة جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى أو ماجا. نعم، حينما نذكر هذا الأمر فنعم، أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة كانت عظيمة مرة في السابق وبأن هناك طريقة الآن لعودة الولايات المتحدة إلى العظمة مرة أخرى، فهذه الكلمات تبدو قوية وتبدي هل مثلا نريد أن نغير ونعود إلى القوة والعظمة مرة أخرى. وطبعا أعضاء الكونغرس وخاصة الذين مثلا يعتمدون هذا الشعار فهذا بسيط بالنسبة إلى عليهم. أعذرني لضيق الوقت روبرت كهالي، لضيق الوقت شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أتلانتا في ولاية جورجيا، المستشار في السياسات الأمريكية الداخلية وفي ملف الانتخابات. روبرت كهالي كنت معنا من أتلانتا.